انا اي حاجه تعمل لي كده على الباكجينج برميها في مزبله التاريخ. انتوا عارفين البوكس ده ايه؟ استنى كل اخر شهر عشان اخلص منهم، ودي الحاجات اللي انا خلصتها في شهر 6 يعني يونيو، يعني جون 2024. امبولات مقام 10/10، مقطعه رول اون سوبر كيدز بريحه الاناناس تحفه. غسولين توبي جنت، البشره الدهنيه والبشره الجافه والحساسه، بحبهم جدا يا جماعه، دول او جيز، بس مش هرميهم. ماسك الشعر من لوجي باكت بحبه. بودي برفيوم ميم اللي اسمه دريم، كلكم عارفين رايي في منتجات ميم بس مش هرميها. الديفلوبر بتاع ايجورا او الاكسجين اللي بنحطه على الصبغه، من احلى الحاجات اللي انا استخدمتها في حياتي، طبعا حجمه اقتصادي جدا، ما اعرفش دلوقتي بكام. مقاطعه صابونه لونا بيج جليسرين تحفه، احلى حاجه تستخدموها لغسل الفرش والبيوتي بلندر. كريم الايد بتاع شان بموت فيه، ايدي وضوافري بيشكروني عليه. اسوأ من اي حاجه في الدنيا الفيتامين سي ده بتاع براند اي سي ام، ازاي في حاجه كده. انا اي حاجه تعمل لي كده على الباكجينج برميها في مزبله التاريخ. ليكويد وندر من لانج هارم ميتشن، كلمتكم عنه قبل كده، ده بستخدمه اخر خطوه في الشاور لشعري، بسيبه على شعري كام ثانيه بيخلي شعري متغلف. امبولات الريتينول من باليا 10/10، مقاطعه. مرطب جلامي لاب 10/10، بحبه جدا جدا جدا. الهير لوشن من بونسوا، بستخدمه كده زي الكريم بس هو قوامه لوشن، حلو قوي في الستايلينج بتاع الشعر، لو في راجل في البيت استخدمه مش هيسيبه. جل الاظافر من سفيره خطير، كلمتكم عنه مليون مره. فيتامين البشره والشعر والاظافر من ميفوليس، بحب بتاع الشعر اكتر. زيت يولو للاظافر حلو جدا. ماي كيرنت فيفورت سان جل اللي من ايزن تري، خطير يا جماعه خطير، عملت لكم عنه ريفيو وفي كل حته. جماعه انا لا اؤمن بشيت ماسكس، بس ده لما تشوفيه في اي حته هاتيه، حاجه مش طبيعيه، بيدي نضاره فوريه. وشويه ميك اب، الماتيفاين برايمر من كفر اف اكس، احلى برايمر للبشره الدهنيه. قلم الحواجب من ريفولوشن، كلمتكم عنه كتير جدا 10/10. لاينر / جلو من ليلي لاشز، الناس الاو جيز اللي موجودين على الانستجرام من 2014-2015 هيعرفوا ايه ده، فاشل. وبس كده، كل شهر وانتوا طيبين وربنا ما يقطع لنا عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، واشوفكم نهاية الشهر الجاي ان شاء الله ان كان لنا عمر. لو عندك اي سؤال سيبوه لي تحت.